عندما تشرق شموس جامعة القاهرة وفي المقدمة منها شموس رئيس جامعة القاهرة تشرق في سماوات دار العلوم، فإنه يكون يوما مستحقا للتسجيل. كلية دار العلوم أكثر الكليات التي شهدت مشاركة الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة في فعالياتها العديدة جدا الكثيرة جدا وفي مناسباتها. هذا الأمر نحن نقر به وندين له، لأن مجرد حضور معالي رئيس الجامعة فعالية من الفعاليات فإنه لا يضفي عليها البهاء والرونق فقط، ولكن يضفي عليها زخما حضوريا ودعما لوجستيا ودعما أدبيا ومعنويا لكلية دار العلوم. وهذا ليس بمستغرب، لأن الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت لا يعد نفسه غريبا عن هذه الدار، إنه يعرف هذه الدار كما يعرف أصابع يديه. هذه الجزئيات من الأمور تنبئ عن الأكبر من أمور المحبة والمودة والتقدير لدار العلوم. ليس هذا فحسب، إن المحبة لا تتعلق بالأشخاص فحسب، ولكنها تتعلق أيضاً بالعناية بالتخصص الجميل الذي يرتبط فيه بدار العلوم، لأن قسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم يعتبر حاضناً أكبر لمثل فكره وتوجهه وأعماله العلمية، سواء كان الأكثر حداثة منها الذي تمت ترجمة إلى اللغة الفرنسية مثل كتاب سقوط أقنعة ديكارت، أو الأعمال الأكثر التساقاً بمضمون قسم الفلسفة الإسلامية مثل أعمال تطوير العقل المصري أو تجديد الخطاب الديني. لهذا نحن نشكره اليوم مجدداً على هذا الحضور الكريم. دلوقتي في الخصائص الأكاديمية لجامعات الجيل الرابع إن هي مش عالمية 100%، لا ده جزئياً عالمية مع التركيز على السياق المحلي والسياق المصري، وإن الجامعة يبقى ليها شبكة علاقات محلية قوية مع مؤسسات الدولة والحكومة في مختلف المجالات، إن لابد من مراعاة الخصوصية المصرية والسياق العربي. دي مسألة بالغة الأهمية، أصبح خصيصة من خصائص جامعات الجيل الرابع. فهي المسألة هي البحث عن الحكمة وعن الجودة وعن المعاصرة وعن مراعاة المصالح العامة وتحقيق التقدم، سواء بقى عند الآخر سواء عندنا سواء في القديم. هذا هو المعيار، ما ينفع الناس في الأرض، هو ده المقياس، ما ينفع. الحمد لله دخلت العلوم الإنسانية والاجتماعية للتصنيف الدولي وداخل أفضل 300 تخصص، وتخصص اللغات الحديثة أصبح 151 على العالم.